السلام البنات، هاد المرة الفلوج من الدار. يلا تابعوا معايا الفيديو، فرجة ممتعة. هنحضر اليوم غاطا بالبطاطا والبيض والحليب، وبغيت نشاركها معكم مقادير بساط. عندي هنا بطاطا مسلوقة ومشرملة بقزبر معدنوس ومايونيز، 3 ديال البيضات، فرماج موتزاريلا، زيت ونخضر مقطع، كاس ديال الحليب، شوية الزعتر والملحة والإبزار، طاوة مدهونة بالزبدة، انا هاد البطاطا بقات ليا من شلاضه، وراكم عارفين البطاطا ما كتبرد ما كترجعش تنكل. علاش لا، فكرت نديرها بالحليب والبيض، طاحت عليا هاد الفكره وقلت نشاركها معكم ونشوفوها كي طلع. ما كاينش علاش الطرمه، كاع الحاجه اللي كتكون بسيطه كتجي لذيذه. نضيف لها هنا الزيت الخضر مقطع، ثلاثة البيضات، انا ضفت لهم معلقه صغيره ديال الخل الابيض من قبل، زدت عليهم الملح والابزار، ما تكتروش الملحه على حساب الفورماج والزيت والمالح. ضفت لهم كاس الحليب قياس العنبه ونضربهم مزيان، نخلطهم مزيان حتى يتخلط لي البيض مع الحليب. نضيف الخليط ديال الحليب والبيض خويه كامل، نزيد شويه ديال الزعتر، الزعتر كيعطي نكهة رائعة. نضيف الفرماج، نحركها مزيان، نوزع الفرماج كامل على الطاوة، وانا سخنت الفران، شعلت عليه غير من تحت على درجة الحرارة 150، ندخل الطاوة تطيب وتحمر من تحت مزيان، عاد نطفي عليها من تحت ونشعل من الفوق تحمر الكاطا ونخرجوها. ندخل الطاوة طيب، نوريكم الشكل النهائي ديالها.